أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعين الكرام، الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر، انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا الثامن، شوط خاص بالحجايج الجعدان. نتمنى التوفيق للجميع، نسير مشاهدينا متابعين الكرام نتابع الصدارة والبداية والمقدمة، وأرهني اللي قاد المجموعة اللي انطلق بناموس هذا الشوط وبهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز في هذه التحديات الجميلة والرائعة. كلاس بشعار أحمد بن علي بن عيسى الاكتبي، من يتقدم من ينطلق من يندفع بناموس هذا الشوط. المركز الثاني يصل مخير بشعار راشد بن حمد بن راشد بن غدير الاكتبي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث وصلت الأسامي في هذه اللحظات، والتقدم التقدم والانطلاق من سلفر بشعار محمود بن حمد بن هلال المالكي المركز الرابع تحديات والم محمد بن مهنا بن محمد الفزاري، وعلى مستوى المركز الخامس من الجانب الآخر العابر بتقدم محمد بن خميس بن عامر العمري، سادس الانطلاقات وصول من عجيب لعبد الله بن محمد بن خميس الشامسي، وعلى مستوى المركز السابع التابع الذيب بتقدم أيضا محمد بن سيف بن فاضل المزروعي ثامن الانطلاقات ثامن التحديات. من الجانب الآخر عجيب لعتيج بن مطر بن حسن القبيسي، وعلى مستوى المركز التاسع شاهين لناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيلي المركز العاشر وصلت الأسامي. نتابع لافي مع المركز العاشر يقدم غانم بن سلطان بن سالم الهاشمي، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا العشرة المتقدمة في هذا الشوط وبهذا الانطلاق. نعود مع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرهناك اللي على رأس الحربة والم 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 محمد بن مهنا بن محمد الفزاري يقدم والم بهذا الانطلاق يلي مع المركز الثاني. أرى التسلل في هذه اللحظات من الجانب الآخر سلفر بشعار محمود بن حمد بن هلال المالكي، لا في مع المركز الثالث لغانم بن سلطان بن سالم الهاشمي، ولكن اللي وصل وصلت الأسامي في هذه اللحظات عجيب عبد الله بن محمد بن خميس الشامسي، هذا الانطلاق وبهذا الاندفاع، ولكن متعب من الجانب الاخر احمد بن راشد بن عبد الله المزروعي، ما شاء الله وصل المزروعي مع المركز الثالث المركز الرابع لافي لغانم بن سلطان بن سالم الهاشمي، خامس الانطلاقات خامس التحديات ارسال راشد بن سالم بن راشد الهاشمي، وصلت الاسامي وصلت الشعارات وصلت تحديات، ولكن الفزاري يتقدم بتحديات والم، يقود الشوط والم للانطلاق والم للتحدي، ولكن متعب أهالي المرموم قادمين بتحديات متعب مع المركز الثاني، والم ومتعب والم، الأداء المتميز والعرض الاستثنائي باللحظات الأخيرة، ما شاء الله متعب اتعب الجميع، انطلق بناموس هذا الشوط لتبقى السلامات في المرموم من المرموم الى المرموم، تهانينا لاحمد بن راشد بن عبد الله المزروعي، وسلام متعب سلام بهذا الانطلاق المتميز، تهانينا لمالك متعب احمد بن راشد بن عبد الله المزروعي. المركز الثاني جاء ايضا والم محمد بن مهنا الفزاري، المركز الثالث انطلاقة عجيبة لعبد الله بن محمد بن خميس الشامسي، المركز الرابع نيد لعبد الله بن محمد بن حميدان، ومع المركز الخامس يصل مذهل ليوسف بن هلال بن احمد بو ابراهيم. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمسه المتقدمه لنا عوده مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول الى خط النهايه بتحديات عجيب جاء بتوقيت زمني مقداره
أو متعب اللي فاجأنا باللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية وقدم الأداء المتميز لأحمد بن راشد بن عبد الله المزروعي لتبقى السلامات في المرموم. 4:32 9 أجزاء من الثانية هو توقيت متعب. تهانينا لأحمد بن راشد بن عبد الله المزروعي واللي وصل مع المركز الثاني. جاء أوالم بتوقيت زمني مقدار 4:33 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك أوالم محمد بن مهنا بن محمد بن سعيد الفزاري واللي وصل مع المركز الثالث. انطلاق وتحديات عجيب بتوقيت زمني مقداره 4:38 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن محمد بن خميس الشامسي. تهانينا للجميع والناموس.